تونس عرفت تطور كبير في مجال حرية التعبير. الحرية هذه مش متوفرة في البلدان الكل، وفما عباد تقتلت على خاطرها نقلت أحداث وأخبار كيف ما هي. مش نقابلوا نضال صحافي يحب يسمع العباد وقت اللي يعبروا على رأيهم بكل حرية، لكن شنو تعني حرية التعبير وكيفاش باش تكون حياتنا من غيرها؟ حرية التعبير انك تنقل المعلومة، انك تقول رأيك من غير ما حتى حد يدخل فيك، من غير ما تخاف، من غير ما حتى السلطة تدخل في الخدمة متاعك. انا كصحفي ما نجمش نخدم في وضع ما فيهش حرية التعبير. تحس روحك اذا كان باش تكتب حاجة ولا باش تقول حاجة اللي بعديك باش يراقبوها ولا باش يسنسروها، ما تنجمش تخدم. ما فماش حرية التعبير، حرية التعبير هو السيس متاع الحريات الكل. ما فماش حرية التعبير، ما فماش حرية جملة. ما عندكش حرية التعبير، السلطة تنجم تخرج الأخبار والمعلومات اللي تحب عليها هي، وتعطيك صورة عن الواقع اللي هي ماهيش الواقع بالضبط، صورة مغايرة تماما على اللي قاعد يصير. حرية التعبير إذا كان مضمونة تماما تخلي السلطة الحقيقية بيد الشعب. الشعب يولي هو يراقب عن طريق حرية التعبير، يراقب السلطة السياسية باش هي ما تتغولش وتخترق القانون كما تحب. فما حاجات اخرين ينجموا يمثلوا خطر على حرية التعبير مش السلطة اكهو. مثلا نجموا نقولوا المستشارين الصحفيين ينجموا ساعات يقاو قلق باش يقولوا اي حاجة في مستشهر يدفع في فلوس اشهارات في المؤسسة اللي انت تخدم فيها. حرية التعبير هو مكسب ما يجيكش وحده، تزمك تفكوا فكان. الجيل قبل حاربت عليه، اليوم قاعدين نحاربوا عليه، وغدوة باش نكملوا نزيدوا نحاربوا عليه. انا وانتي اليد في اليد، الناس الكل تلزمنا نكملوا المعركة هذه باش نربحوا حرية التعبير.